جيتكم مبروكة، مرحبا لي في فاميلتنا، ومرحبا بالقفة اللي فيها 100 مليون، وعائلة موسي، وعائلة زيت زايد. مرحبا بكم لا فامي موسي، واش راكم واحد؟ صافا؟ لاباس الحمد لله. منين جيتونا؟ جينا من بويرة. من بويرة، منين بويرة؟ شدالة اكس مايو. شدالة اكس مايو، نعرفها مليح. تخي بيان، تخي تخي بيان، ونعرف الناس تماتيك. مرحبا بكم. شكون ياسين؟ ياسين سي خو مدام. خو مدام، مرحبا بك ياسين. الوغ سولاف. سي مدام. مدام، مرحبا. منال. خت مدام. خد مدام، وسي محمد. هذاك ولا بابات مدام. بابات مدام، سي مدام، خد مدام، بابات مدام ومدام. مرحبا، راني نشوف جبت لنا قله تاع سي لا تراديسيون كابيل. تخي بيان. لا يكري سوفونير دو كابيلي. والبوبيا. البوبيا تاع صغيرة، منال. هي اللي خدمتها. انت تخدمي البوبيا. تخي بيان، يعطيكم الصحة. ميرسي بوبيا. راه في بيت البوتاي لا بيان. تلبسي قرعة وتلبسيها، الله يبارك، يعطيك الصحة. ميرسي بور البوبيا، وميرسي يعطيكم الصحة للكلة. كثر خيركم. ألوغ ميرسي ولا فامي. دوك نحط البوبيا هنايا. لا فامي زايد. زايد فوالا زايد واش راكم؟ صافا لاباس. سالي منين جيتنا؟ جيناكم من تيزي وزو. تيزي وزو ماكش مبعد على بويره. الوغ منين من تيزي وزو؟ سونتر في. سونتر في تاع تيزي وزو. الوغ قدم لنا هاد العائله، شكون هم؟ الوغ هذه هدى اختي صغيره. واش راكي؟ تيت سوغ، مرحبا بك. هذه اختي ياسمينه. واش راكي ياسمينه؟ مرحبا بك. هذا محمد راجل اختي ياسمينه. مرحبا محمد، سما الكوبل. وعاقله المراه تاعي. دائما كيجوا هكذا لي كوبل يتفارقوا، لا بروم على بالي، يخافوا يداوسوا. قعدتوا غير انت محمد وياسمينه هكذايا، خفتي عليه. رجلك ورجله. بابا 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 ما يباعدش بزاف. راني نشوفك حتى انت جبت لي دو. جبنا لك هذو تاع بيسك، حنا ساكنين في تيزي وزو. ديك هذا يعطيكم الصحة. ميرسي ميرسي بوكو. وهذه قرعة سبيسيالمون فيها الزيت تاع جيجل. اوه شوي با. حنا دوريجين اوني جيجل. جيجليين بصح عايشين في تيزي وزو. شوي با هاد الخريعة. الله الله. فيها الزيت تاع جيجل. الزيت تاع جيجل جي سبيسيال بارابول تاع تيزي وزو. سي فري. جي خضرا باسكو يطيبوها. سي فري سي فري. يعطيكم الصحة. واش شوي با. وهذا اللي خيرتها. كيفاش؟ وهذا اللي خيرتها. الله بينا هذه سهلة. سالي وعرين موحان وجد روحك المرحلة الأولى. واش راك سليم؟ صافا لاباس الحمد لله. موحان واش دير سليم؟ كونتا برانسيبال في لابوست في تيزي وزو. تلت دراري؟ تلت بنات. الله يبارك. الله يبارك. موحان انت يا؟ خدم بلاس فونتي كوم ماغازيني شارجي دي زانفونتير. تخي بيان. متزوج؟ متزوج جوج ولاد. عندك زوج ولاد. تخي بيان. واش هي الحالات اللي تقدر تمرض بها بالحمى؟ ماكلة تكون قديمة. ماكلة قديمة تجيك الحمى، على جال ماكلة قديمة. ماكلة قديمة. مية من الناس واش قالوا في العاصمة في بسكا في وهران؟ التسمم. معليش محمد. فاكسان تلقيح. تلقيح كي دير فاكسان، كي دير فاكسان تجيك الحمى. وفي لا سونتي 100 من الناس قالوها ولا ما قالوهاش. الفاكسان الفاكسان لا ما ذكروهاش. عندك الحق بصح 100 من الناس ما عطاوكش الحق. تفضل محمد سليم. نعاود نذكركم السؤال، واش هي الحالات اللي تقدر تمرض فيها بالحمى؟ هدى. انفيكسيون. انفيكسيون. جاتك الانفيكسيون اللي يقدر بيه الحمى 39 40 بدا يتهتر فيه. ها واش قالوا 100 من الناس في العاصمه في بسكا في وهران وفي قسنطينه؟ ما ذكروهاش. مي عندك الحق كيما محمد. ياسمينه. لا غريب. لا غريب. زكام. لا غريب. لا غريب. انفلونزا. الخوف. الخوف الحمى. وي من الخوف. وي من الخوف تحكمك الحمى. من الخوف. زوج اشارات. عائله موسي تشاوروا. عقيله. لونجين. 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 كي تجيك لونجين بالك تجيك الحمى. لونجين القراجم. لونجين. ذكروها 100 من الناس.
مليحة الالتهاب سالم واش هي الحالات اللي تقدر تمرض فيها بالحمى صب عليك شتاء طيح عليك الشتاء يضربك الهواء وتبدا ما ذكروهاش 100 من الناس سي محمد واش هي الحالات اللي تقدر تمرض فيها بالحمى كود سولاي كود سولاي لا روجور لا فاريسيل لا روجور لا فاريسيل لا روجور كود شالور ها كود شالور كود شالور بقلة او يضحك محمد عندك البقلة عندك لا بو حمرون لا فاريسي بو شويكا و زوج بقلات واش تقول نتايا كوت سولي البقلة كوت سولي البقلة واحد قعد بزاف في السميشة تبقل واش قالوا 100 من الناس دوك نشوفوا ما قالوش البقلة واش قالوا 100 من الناس واش قالوا 100 من الناس الاسنان عند الرادع اي سي فري كيكونوا السنان يسننوا واحدة كي تكون ثقيلة جهه الحمى وكيطلع لا طونسيون او كي قرص حشر معليش هذه الاولى نبداو بالعقل 56 ماذا ما بديتوش موسي ياسين هدى المرحله الثانيه هاكم كيف كيف لون واحد هدى واش ديري نخدم في لابوست كوم اجون دو غيشي اجون دو غيشي تسمى انت اللي تقابلي الناس فوالا ياسين انت واش دير انفيرمي ها انفيرمي ممرض تسمى انت مع الحمى نورمال ما تعرف كلش نورمال ما دوك تجيبهم لا ها واش هي الحاجه الاولى اللي ديرها كي تنوي تتزوج نخطب راح نخطب 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 الخطبة ماشي طب إجابة هدى اشتري ميزون نشري دار نشري دار قبل ما نجيبها ياسمينة واش هي الحاجة الأولى نديرها كي نوي نزوج خبي دراهم خبي دراهم كوتي قبل ما نجيبها لازم لها الدار والدراهم محمد نهضر مع والدي سي نورمال ايه تهضر مع والديك هكذا درت تهضر مع والدي اها هادو ما يشاوروش والديهم اه عقيله واش هي الحاجه الاولى اللي ديريها كي تنوي الزواج الحاجه الاولى نصلي صلاه الاستخاره صلاه الاستخاره باش تشوفي لا هو الشيفالي ولا ماشي هو ميا من الناس ذكروا صلاة الاستخارة تشاوروا عائلة موسي ماشي مذكورة سالم نكري لاصال وين ندير العرس نكري لاصال الحاجة الأولى نديرها كي نوي نزوج نكري الصالة نكري الصالة أزال شوية جبل ربيع الصالة واش هي الحاجة الأولى نديرها كي تنوي تزوج سي محمد واش دير؟ الخدمة الأولى الخدمة خدمة نتعرف على لا بيرسون هذيك نتعرف عليها شيل الجهاز نشيل الجهاز الجهاز الممرض قال لك الجهاز تولى في الجهاز مو حد انت واش تقول نعرف على نعرف لا بيرسون الا واش انت واش تقول واش تخير واش تقول نعرف على لا بيرسون نتعرف على المخلوقه ولا المخلوق يا شاري الحوت في البحر لا لا واش قالوا 100 من الناس نوجد روحي شهر العسل مازال شوية نشري الخاتم نشري لابارور ونشري طونوبيل اوا 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 هادو 100 من الناس شوية شوية با على بالكم دوكا انتوما راكم تقولوا بالك ربع ما خسرتوا بصح صرات والناس ربحوا كانوا كثر منكم في المرحلة الأخيرة خاطرش الإجابات من الآن مضروبين في زوج سولاف ياسمينة المرحلة الثالثة مرحبا بكم مع ميرسي الوغ سولاف بون راكي مع مول الدار انت وشنو استاذه؟ استاذه التعليم المتوسط استاذه اللغه العربيه اللغه العربيه في التعليم المتوسط وانت يا ياسمينة ماشي بيولوجيست ما يفهمو فاي بيولوجيست وعلاش ما يحبش ما يحبكش تخدم شويه باين واعر
فحتى انت يا ماشي سهله ميرسي تخليه يدير واش يحب سا ديبون تو ديبون لا سيتوياسيون تري بيان لازم يدخل في الوقت العشيه وي يا با ترو عندك كرونومات بالخدمه والله كيف كيف سولاف انت مزوجه مع موحد مع موحد بون هو باين عاقل موحد برك يدير لاسيس بزاف يرقد بزاف اي مال لاسيس واش دور حكم الاجابات مضروبين في زوج نعطيك شويه زيد نورمال باش نجوزوا الخلعه اذكر حوايج اختراعات اخترعوها وقربت الناس تليفون بورتابل تليفون بورتابل التليفون بورتابل التليفون بورتابل الهاتف النقال عندك صح طياره بس الطياره دوك نشوفوا توب اجابه الطائره هاتف فوق الهاتف النقال الو قولي لي اذكري حاجه ولا حوايج اخترعوها وقربت الناس كمبيوتر ميكرو بورتابل ميكرو بورتابل الميكرو بورتابل الكمبيوتر هكذا ها الكمبيوتر لا ما ذكرهاش سي موحد حاجه قربت الناس التلفزيون قرب الناس لا شاوروا عائله زايد موحد اذكر حاجه اخترعوها وقربت الناس ولات الناس قريبه ما بعاد ايا طنوبيل الطنوبيل قربت الناس لا ما ذكروهاش ميا من الناس عاقله وذكري حوايج اخترعوها وقربت الناس انترنت فيسبوك انترنت فيسبوك باي فيسبوك انترنت انترنت سليم فيسبوك بوكو بلوس انترنت واش قالوا ميا من الناس انترنت انترنت اجابه ما كانش عندكم انترنت سهله باينه الاولى انترنت زيدوا واش قالوا ميا من الناس واش قالوا ترولي التجاره وجدوا قالوا الخدمه بون على بالك في الاخر هما شويه 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 ما نال تسلكيهم ولا ما تسلكيهمش قادره يلا ورينا شطارتك مع موحد المرحله الاخيره مرحبا بك منال الو انت يا منال طالبه في الالكترونيك سيليباتير شحال عندك كونت فيسبوك شحال لي زامي 34 كان قلتي من قبيله رحتي قلتي الكمبيوتر محمد عندك كونت فيسبوك لا ما عندكش لا مسكين مام ما تحبش فيسبوك تري بيان تا واش دير شوي انجينير شوي ريسبونسابل دون زان ليدر دو برودكسيون دو ديتيرجون تخدموا الرغوه بون ما ندخلوش في لي ديتاي اوكي محمد تري بيان هاك واجد وي سبورتيف جيتي كنت واش كنت دير كوم ديسيبلين سي ان سبور دو كومبا سبور دو كومبا تري بيان تيان باسبور والو وجد روحك واش تهدي الشركة لنسا في عيد المرأة؟ بارفان الريحة الريحة ماشي توب إجابة محمد تقدر في عيد المرأة إنفلور نوارة زهرة نوارة أحسن إجابة تفضل محمد عقيلة عيد المرأة شركة العمال واش يهدوا للعامل؟ واش يهدوا لنا على خدامه؟ ايه داروا لا باتيسري باتيسري باش تزيدوا تسمادوا واش تهدي الشركه اللي نسى في عيد المراه؟ سالي رحله باردون رحله معليش يا عقيله راحت لك معليش رحله لا تشاوروا عائله موسي هدى ان بيجو مجوهرات حنان هادو ما يعطوك بيجو ديجا عايز موسي سي موحن شركة واش تهدي للنساء في الوي مارس دمي جوني نص نهار نص نهار نص نهار نص نهار موحن نص نهار 123 كان يزيدوا شوية يا تجيبها تروح يا تجيبها تروح هيا ان شاء الله دوك نشوفوا نص نهار
نص نهار. أحسن إجابة. آي 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 225 شتو كي عاودتو ما كفاتكوش صح طلعتو طلعتو شتو هذاك نص النهار آي آي وما ما لقاوش نص النهار ميا من الناس في قسنطينة في بسكافي وراهم واش قالوا؟ واش قالوا؟ مبلغ مالي صح حنا في الإيداع يعطوا لهم 500,000 أجهزة كهرومنزلية يا عائلة موسي كان شوية وتغلبوهم مي لا فامي النهار نغلبوهم كان قلنا النهار نغلبوهم قلنا النص لو كان نهار لاكم نص ان توكا يعطيكم الصحة سي موحد منال سلاف ياسين وموحد يعطيكم الصحة كي جيتوا سكتوا علينا انتوما يا يما يا يما يا يما نقول لكم اما حنا نتلاقاو مور لا بوب ميرسي ريحتها تشهي يعطيكم الصحه والله فريمون الريحه تاعها تشهي والله يعطيكم الجيجي اللي طيبوها على بالي على بالي يعطيك الصحه ان توكا بون واش بيكم عم بالكم ما ربحتوش محمد وياسمين ومالي انتوما سمعتكم للزوج ان توكا عندكم 240 نقطه مضروبين في 100 زوج ملايين و 400 بصح نتوما جيتو باش تربحوا 100 مليون ان شاء الله وباش تربحوا 100 مليون لازم لكم خمس توب اجابات توب اجابه واحده 10 ملايين 3 ملايين 500 مليون مهديه من طرف لي كوش بين بيز سيفيتال تشينا وجيزي اشكون راح يتفضل سليم ومحمد تفضلوا تفضلوا للزوج اجوا لهنا للزوج اجوا هنا تفضلوا هنا تفضل اجي هنا ودوك نتفاهموا شكون يروح شكون يقعد انا محمد ريح هنا ومحمد يقعد يبدا يفتح ل بون عندكم 20 ثانيه خمس اسئله ما تخمم لبسوا له ما تخمم في والو اك واجد هيا بربح ان شاء الله ميرسي طوب وين يديروا دراري صباحهم يفهمهم اذكر حيوان الى عضك تقدر تموت كلب اذكر اسم وسيله نقل حافله اذكر لعبه تفكرك في صغرك لا مغال اذكر حاجه تبنن الماكله لحم وين يديروا دراري صباحهم قلت لي يفهمهم واش قالوا 100 من الناس في قسنطينه في بسكه في العاصمه وفي وهران طوب اجابه 46 نقطه 10 ملايين الى لحقتوا ال 200 اذكر اسم وسيله نقل واش قلت لي حافله حافله طرولي البوس واش قالوا 100 من الناس زوج طوب اجابات 20 مليون زايد واش ربح؟ اذكر حاجة تبنن الماكلة. جدي اللحم. اللحم. الشاطرة ما مشكاش اللحم الماكلة بنينة. صح. صح ولا لا لا؟ 18%. اذكر حيوان إلى عضك تقدر تموت لا يقدر به. ان شيان غاجي باغ ان شيان غاجي. كلب بلا راج عنده الكلب. 18% اذكر لعبة تفكرك في صغرك جدي لا مارال لا مارال لا مارال لا مارال طوب إجابة تفضل محمد 30 مليون و 130 نقطة تقدروا تربحوا إن شاء الله سالم أكون بيان طروشت دوك تقول لهم ايه دوخوني وراك راك غير تميل بزاف شعبي شعبي بزاف بون راكم ملاح محمد راه فريمون حق لا باس تسمى لو كان خسر كان تخسر هو كان يدير لي زارماغ شو واقيلا ديال لي كوليك طرافي نشوفو كاع فينا ما ندخلش الخدمه شوف 25 ثانيه خمس اسئله الى مديت نفس الاجابه تسمع هذه الاشاره ما تخممش يا تعطيني حاجة إجابة يا قول لي تجوز هكذا باش ما نضيعوش الوقت شحال جاب هو؟ ما نقدرش نقول لك بصح جاب مليح فات ال 100 جاب 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 ما نقدرش نقول لك جاب روح ليك روح روح بشوية هكذا توب فوالا دقيقة اك واجد
سي بون سي بربح سي طوب وين يديروا الدراري صباحهم؟ في فمهم في اذنهم اذكر حيوان الى عضك تقدر تموت الثعبان اذكر اسم وسيله النقل سياره اذكر لعبه تفكرك في صغرك درباله اذكر حاجه تبنن الماكله سكر اذكر حاجه تبنن الماكله سليم سكر سكر ارجوكم المنه السكر السكر مادام ديري له السكر طوب اجابه الحاجه اللي تبنن هي التوابل لي زيبيس لي زيبيس هاي 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 اذكر لعبه تفكرك في صغرك انت قلت لي درباله درباله سيرسو واش قالوا ميا من الناس وقال لا مريض طوب اجابه محمد تاط لا لا اوي وين يديروا الدراري صباحهم هو قال طوب اجابه في الفوم جينيرال ما هكذا يديروا الدراري تقول في الودن ميا من الناس واش قالوا اوي 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 او لا لا تاعنا 13 وكبر اذكر الحيوان الى عندك تقدر تموت واش هو قال كلب حاشا سامعين وانت واش قلت تعبان تعبان اوي اوي او لا لا تعبان ولا عارف ما تموتش تعبان تحيا الى تقدر تموت هو التمساح تمساح الى ما تعبان تموت ايه بصح ميا من الناس ما ذكروهاش كونطر عليك كاع في قسنطينه في بسكه في العاصمه في وهران كوطا على السيمان ما كاش تمسح تزاير بصح هما واجبوا واش دير يشوفوا بالك الاشرطه بزاف وسي يا 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 اذكر اسم وسيله نقل وقال حافله طوب وانت السياره 16 بن او يا يا تفضل محمد عائلة زايد ألا واش تديروا فيها؟ نولوا إن شاء الله سليم تولوا ولا زوج ملايين وربعمية واش يديروا؟ نولوا إما لا ولوا أما إحنا نولوا إن شاء الله المرة الجاية نقول لكم الله يفرقنا بلاد وعزوا يا من عاد ميرسي